السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ نتمنىكم ان شاء الله بصحه جيده. هذا النهار جبتكم المحل ديال جلالب، طلبتوهم مني، بغيتو جلالب خفيفين، هاني جبتكم لواحد المحل، هو في بني مكادة سوق القرب. هانتوما راني غنشارك معكم هذا المحل ان شاء الله، نتمنى يعجبكم وشوفوا الفيديو كامل باش يوصلكم ان شاء الله، وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ديالي. ومرحبا بكم وشكرا، وهانتوما معايا. هانتوما جليل بات زوينين، هانتوما ديال الدان هالي ديدة، تعاود هاد الموديل هكا. هانتوما الطريزة، كل واحد بشكل الموديل دايرين. هانتوما هادو راه قالك شحال الثمن؟ 230. هادو راه 230 كاملين، وفيهم اللوانات، وهادي اللوانات المهم راه كاينين، وهادي 200، هادي اللي قدامي 200، وكانوا الموديلات ديالها ولكن تمشاو. هانتوما هانتوما الموديلات، هادي غليظه ديال الصوف ديال مليفة، مليفة. هادو الدان، هانتوما الشكيلات، كاينين اللوينات. هانتوما خوتي، المهم مرحبا بكم. هادي رقيقة، هادي رقيقة ماشي صوف، كاينين المهم لي رقاق. هانتوما هادي عاودها الخدمة ديالها، ها هي بحال بحال راندا، هي فيها ديك الطريزة. ها هما الشكيلات ديالها، ها هما هانتوما اللوينات. هادو دان، هانتوما هادي عاود فيها ديك الطريزة، كل حاجة وشكل. هادي هي في اليديدة ديالها هاد الطرزة. المهم الثمن هانتوما سمعتوه، راه الثمن زعما زويون، ماشي هانتوما عاود دوزي هادوك. هانتوما الشكيلات، هادي حتى هي دان. هانتوما خوتي مرحبا بكم، المهم انا تندير بكم جولة في هاد المحل، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. هانتوما الشكيلات، هانتوما عاود هادي هاد الطرزة ديالها. هانتوما خوتي كل حاجة في شكل، كل حاجة دايرين لها شكيل. هانتوما شو هادي، شحال غزالة، رومية غزالة. هانتوما اليدين ديالها، وهادي هي عندها هنايا في هاد هكا. هانتوما شحال زوينة، هادو هما صيفيين، هما ماشي دهاد الوقيته، ولكن كل واحد والشهوة ديالو. هادي ها هي عاود بهاد هادي. هانتوما شكيلات راهم زوينين تبارك الله. هانتوما عاود لي معلقين، هانتوما خوتي عاود هادو. شحال الثمن هادو؟ 15، ها 150 درهم. هانتوما هادو 150 درهم، ها هما. شو هذيك راها رويمية، حتى هي بحال هذيك اللي صورت لكم لتحت. هانتوما زويونين، هادي عاود. المهم الدان، هادوك ديال الدان، وهادي اللي فيها الطرزة عاود، راه ما فيها ماشي الدان. هانتوما عاود هاديك شحال غزالة راها. المهم الشكيلات زوينين وثمن مناسب. هانتوما عاود هاديك، هادي صوف ومطروزة، هاهي مطروزة من الجناب. هاديك عاود راها دان، عاود عندها هاديك بحال راندا، هي ماشي راندا بحال، المهم زواقة وطريزة راها في اليدين، خرى لي حداها مطروزة. المهم هي دان، هادي دان، ها دان. ها
انتوما ما شاء الله راه كلشي غزال، كل واحد هذيك فيها. ها انتوما هذه عاود شحال هذه حتى هي 230. ها انتوما عاود فيها هذا الدان حتى هي سخيخنا بحزي فيها لهي فيها فصالة. ها انتوما الفصالة اللي فيها عين عين باش تبان. ها انتوما الفصالة اللي فيها شتي اليدين جايين طايحين. ها انتوما اليدين طايحين. هادو 200 درهم ديال الصيف ياك، هادو هما 200 درهم، هادو قالك ديال الصيف. ها انتوما دوزي هانتوما الشكيلات، هانتوما هادو اللي قالك ديال الصيف 200 درهم، ها هما فيهم الطريزة والتوب ديالهم رهيب. هانتوما زوينين. شو هذاك الصفيفر شحال غزال، هادي عاود هاد الشكيل. هانتوما اليدين فيهم طريزة، وهداك الصفيفر هاهو غزال عاود علقي هاديك. هانتوما الصفيفرة شحال غزالة، هانتوما هاهي الكميمات، وهاديك في الستر تا هي. هانتوما الشكيل ديالها، هاديك راها خليها خليها هكاك، علقي علقيها باش تبان. ها انتوما خوتي تنبغي نوريكم كل شيء تشوفوه مزيان. ها انتوما هذه راه صيفيه، ها هي ها انتوما، وهادو ها انتوما فيهم الشكيلات. المهم هادو صيفيين ولكن البرد ها هما راه كاينين عاود عندهم. المهم هادوك الشكيلات اللي بغا يديهم، وهادو هما ديال الدا غنوريتهم لكم. ها هما الشكيلات، هانتوما خوتي ها النمرة ديال مول المحل، هذا الجلالب. هانتوما راه في بني مكادا سوق القرب، سوق أرض الدولة. هاهي النمرة، مرحبا بكم اللي بغا يجي لعندو. راه في الباب شحال الباب؟ الباب 8، عاد دخلو على الجهة الباب 8. هانتوما خوتي راه السوق ما شاء الله كلشي فيه غزال، علاش ما قلبتو كاين كلشي غزال. هانتوما السوق ما شاء الله، هانتوما كلشي غزال كلشي فيه تبارك الله. هانتوما راه السوق كبير ما شاء الله كلشي فيه، تجيو تلقاو اي حاجة بغيتوها تلقاوها. صافي هانتوما خوتي هاد الشي ها هو، هذا شي بنيتات قيبات بندويات هما ب5 دراهم. هانتوما هادشي مزيون ماشي مشكل، الواحد واخا هادشي هذا المهم الواحد يعرف ما عادي. هانتوما شي هادشي 5 دراهم. هانتوما هنا عندهم 19 قيبات، هادشي عنده هنايا. هانتوما ها هو هذا هو مول الجلالب اللي صورت لكم عندو. المهم راني حطيت النمره واللي بغا يجي عندو. وحده مول التوب اللي كنت صورت لكم عندو الجمله، عندو التوب هو هذا، ها هو وحده لاصق فيه باش ما تلفوش عليه، وراه الباب 8. يلاه اخوتي بالسلامه عليكم، خليتكم على خير، نتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده، وشاركوا وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ديالي. هانتوما مرحبا بكم.